وينضم الينا السياسي العراقي السيد هاوى محمود عثمان. اهلا بك سيد هاوى عبر السكايب. السيد هاوى تحدث عن العلاقه بين الاقليم والمركز، هذه العلاقه التي وصلت الى مراحل ربما لا تحسد عليها، خاصه وان عام 2015 قارب على الانتهاء، شهر ونصف تقريبا او اكثر وينتهي عام 2015، وموازنة 2016 ما زالت قيد الانتظار وما يمكن أن يقدمه إقليم كردستان. وبالتالي نتساءل، هل يمكن أن تحسم هذه العلاقة بشكل إيجابي وتنتهي الإشكالية أم لا؟ العلاقة بين الإقليم والمركز علاقة بأحسن حال نصفها اليوم بأنها باردة بعد قطيعة استمرت حوالي أكثر من سنة والنصف بسبب المشاكل العالقة الموجودة وعدم وجود نية حقيقية برأيي أنا لا من الإقليم ولا من المركز بحل هذه المشاكل العالقة. وعندما نزل سعر عندما انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية بدأت المشاكل وبدأ الطرفان إلى حد ما يبحثان عن المشاكل عن حل لهذه للمشاكل العالقة. ما رأيناه اليوم بزيارة وفد من إقليم كردستان إلى بغداد لم يكن له أي ربط بهذه العلاقة، كان وفاء منهم من الشعب الكردي لأنه وفد كان رفيع المستوى للدكتور أحمد الشلبي الذي ساهم بشكل كبير في إسقاط الدكتاتورية في العراق وساعد أيضا الشعب الكردي كثيرا، ويعتبر الشعب الكردي نفسه مدينة له بالكثير من الأفضال، ولذلك قام وفد رفيع المستوى اليوم بالذهاب إلى عزاء الدكتور أحمد الشلبي. طب والحل؟ يعني هل يبقى هذا البرود سيد هوا باعتقادك؟ يعني لابد أن تحل الإشكالية. في السابق كان حكومة إقليم كردستان تتهم حكومة بغداد كون الحكومة يرأسها السيد المالكي، تغير السيد المالكي وجاء السيد العبادي وما زالت العلاقة باردة، وإلى متى؟ إلى متى سيد هوا تعتقد؟ يعني اليوم يتم الحديث في الإقليم، قبل أيام تحدث السيد نائب رئيس وزراء الإقليم السيد قباط طالباني عن وجود نية لزيارة بغداد وحل هذه المشاكل، والحديث عن أنه لا بد من حل هذه المشاكل بالتفاوض وبالتراضي. سمعنا أيضا اليوم من السيد رئيس من السيد بشار زيباري وزير المالية بأن الوفد الكردي سيعود إلى بغداد في الشهر القادم أو في أواخر هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم لبحث القضايا العالقة بينهما. اليوم يبدو أن الطرفان قد جربا الجميع ولا يجدا اليوم غير أنفسهما، ولهذا أعتقد هناك نية لدى الطرفان للوصول إلى حل بين للقضايا العالقة بينهما. يعني النية لإيجاد حل، وكل دائما نسمع هذه العبارة، هناك نية لإيجاد الحل ومع هذا لا نجد أي بوادر لهذا الحل. ألا تعتقد بأن الأمر سيؤدي إلى نتيجة وهي انفصال إقليم كردستان وتحوله إلى دولة، خاصة أن هناك سياسيون طرحوا فكرة الكونفدرالية؟ المشكلة في الحديث عن حل المشاكل بين بغداد وأربيل دائما تكون محصورة أولا في الساسة، ثانيا ينتظر الطرفان توجد قطيعة أو يوجد ابتعاد أو إلى أن أو نوع من الهدوء أو الفتور في العلاقة إلى أن يأتي بتصريح من بغداد أو تصريح من أربيل يؤجج العلاقة بين الطرفين، يقوم أحد الساسة بزيارة بغداد أو أحد الساسة من بغداد يزورون الإقليم، تهدأ الأمور لمدة يوم أو يومين، يعقد مؤتمر صحفي وبعد ذلك يعود كل إلى بيته ونشهد جولة أخرى من التشنج ولا نرى أي نوع من المتابعة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذه اللقاءات. هذه طبعا قضية أساسية، إذا كانت هناك نية حقيقية هذه المرة على الطرفان أعتقد برأيي أن يوجدوا آليات للمتابعة، آليات للتنفيذ ولجان متابعة ما يتم الاتفاق عليه بين الساسة. لحد الآن العلاقة بين أربيل وبغداد محصورة بحوالي 4 أو 5 أشخاص من أربيل
و4 أو 5 أشخاص من بغداد، وهذا كل ما هنالك. المفروض أن تتسع الدائرة أكبر من ذلك بكثير. سيد هي، وأرجو أن تبقى معنا، سنسمعك تصريح السيد المالكي فيما يتعلق بكركوك، ونتمنى أن نسمع تعليقك عليه. هو ليس من الصحيح أن تكون تحت سلطة الإقليم، لأنها هي ليست من توابع الإقليم. كركوك هي مدينة التعايش، فيها عرب وفيها مسيحيين وفيها أكراد، وليس من مصلحة أهل كركوك أن يكونوا من تحت إشراف الإقليم، لأنها ستسبب لهم متاعب كبيرة. إنما الأفضل لكركوك أن تكون إقليم مستقل يتعايش في داخله كل المكونات، بعيدا عن هذه المشاكل التي تسببها قضية التحاقهم مع كردستان. وقضية الالتحاق بكردستان هذه تحتاج إلى قرار لأبناء المحافظة بعد إجراء التعداد السكاني، أن أبناء المحافظة هم يقررون هل يبقون مع بغداد، هل يكونون ضمن إقليم كردستان، أم يكونوا إقليما مستقلا. وهذه المسألة الآن مسكوت عنها. أما أن يكون الآن كما نسمع أنها ألحقت، لا، ما ألحقت، لا تزال موازنتها من بغداد، لا تزال علاقتها مع بغداد، تعييناتها وفصلها من بغداد. صحيح العلاقات مو جدا جيدة، ولكن هي من الناحية القانونية الرسمية الإجرائية مرتبطة بالمركز. كركوك لا تتبع إقليم كردستان، هكذا يقول السيد المالكي. كركوك التي تعد ربما بوابة الانفصال لإقليم كردستان وتحوله إلى دولة لما فيها من ثروات طبيعية من نفط. كركوك لا تتبع إقليم كردستان، يقول المالكي رئيس الحكومة السابق، ربما أحد قادة الظل للحشد الشعبي أو المباشرين للحشد الشعبي، رئيس حزب الدعوة الحاكم الذي كان الرجل الأول قبل نحو عام ونصف العام. هذا هو موقفه، وتصف العلاقة بالعلاقة الباردة فقط. سيد هيوا، مع احترامي الحشد الشعبي الذي هو يقول البعض أنه قائد من قادة الظل فيه، واحترامي لحزب الدعوة ولحكومة السيد العبادي، أعتقد أن السيد المالكي هو آخر من يتحدث عن قضايا إدارة شؤون البلاد، لأنه رأينا كيف بثمان سنوات من حكمه لإدارته للبلاد، نهاية حكمه كانت بتسليم ثلث العراق إلى داعش والتنظيم الإرهابي كداعش. يعني أعتقد لو أن السيد المالكي يعني أكثر بقضايا تطوير الجنوب والقضايا الأخرى التي هو يعتقد بأنه يتحدث عنها أفضل، أو أن يدعم السيد العبادي في إصلاحاته بدلا من أن يخلق له مشاكل جديدة بالحديث عن كركوك والحديث عن قضايا أخرى التي هي في المفروض أن تكون لا تكون من أولويات السيد العبادي اليوم وإصلاحات حكومته. أعتقد أن الأفضل هذا أمر أفضل بكثير للسيد المالكي. يعني رأينا كيف كان يحكم وكيف كان التعايش في ظل المالكي. التعايش الذي يتحدث عنه المالكي أجبر الكثير من العرب السنة على أن يفضلوا داعش على حكم المالكي، يعني مع الأسف، يعني حتى أن يعطى هكذا أو يؤخذ هكذا تصريح على محمل الجد. سيد هوا، سؤال أخير فيما يتعلق بزيارة الوفد الحالي. أنت ذكرت بأن زيارة الوفد الحالي إلى رفيع المستوى إلى بغداد هو لتعزية عائلة السيد أحمد الشلبير، ولكن لماذا لا تستغل هذه الفرصة لإجراء حوار وحوار حقيقي ومعمق مع حكومة بغداد؟ لماذا لا تستغل مثل هكذا فرصة لحل هذا البرود الذي وصفته؟ أولا طبعا الزيارة كانت فقط للتعزية ولرد وللعرفان ونوع من الاعتراف بفضل الدكتور أحمد الشلبي على علاقته الجيدة مع الشعب الكردي، وعدم تفرقته بين الكرد والعرب والشيعة والسنة وما إلى ذلك. أحد أسباب عدم استغلال هكذا زيارة هذه الأيام أعتقد هو غياب الدكتور شلبي نفسه. لو كان موجودا اليوم لكان دعا السيد نيتشرفان في منزله ودعا السيد حيدر العبادي وقام بشيء ما يقرب من الطرفين. أعتقد أننا سنفتقد وجود الدكتور شلبي في بغداد كثيرا في هكذا حالات، خاصة في أوقات الأزمات، لأنه أحد أهم العقول السياسية، صوت العقل في أحد أصوات العقل في بغداد قد اختفى من الأنظار، ومع الأسف، يعني مع أسف شديد، الكثير هنا في كردستان حزينين عليه.
نعم السيد ومحمود عثمان السياسي الكردي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.